هذا البرنامج برعاية شركة الحفناوي لتصنيع خراطيم الري الحديث خبرة 20 سنة في تصنيع خراطيم الري بالتنقيط عالية الجودة. تصنيع جميع مقاسات الخراطيم من 16 ملي ل 90 ملي. أسعار تنافسية ومناسبة لجميع المزارعين. خدمة توصيل مجانية للكميات لجميع أنحاء الجمهورية. ضمان حقيقي يصل ل 10 سنين وفريق عمل كامل لتلبية احتياجات المزرعة. كل لفة معاها ضمان حقيقي. الحفناوي للري بالتنقيط الأفضل لمزرعتك. مع خبرة تصل إلى 70 عاماً هنا في مناحل الأصيل، نهتم بأدق التفاصيل، بداية من تربية سلالات النحل المتخصصة في إنتاج جميع منتجات النحل من خلال أكثر من 1000 خلية نحل، وصولاً لمنتج مطابق للمواصفات العالمية نفخر بأن يحمل اسم الأصيل. الأصيل أصل العسل. لو سمحت، عندي دفعة بكرة وعايز أحصنها من إينوفال. حاضر يا فندم، تحت أمر. شكرا يا دكتور، الدفعة وصلت وكله تمام. إيفاس، حماية بامتياز. كمان المشروع بيقوم بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد موافقة وزارة الزراعة واجتماع اللجنة المشتركة لتنفيذ بروتوكول التعاون القائم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بداية من شهر يناير 2022، تنفيذا لبروتوكول التعاون القائم لمتابعة الأعمال والعمل على إزالة كافة العقبات بما يضمن نجاح المشروعات القائمة أو المستقبلية. وخلال هذا الاجتماع تمت الموافقة على إدراج مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ضمن أعمال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الزراعة. ومن خلال هذا التعاون سيتم تجهيز منصة استثمارية لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وذلك لإعداد تقارير ومؤشرات أداء لبعض السادة المستثمرين وأصحاب الأعمال، وده بيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وهيكون من خلال موقع أجري مصر. مهندس محمد جابر، مهندس تقطيع وفحص ظاهري لعينات البطاطس، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. قول لنا بقى انت بقى عملك هنا بيتم ازاي؟ احنا بنقطع البطاطس ازاي؟ بنعرفها البطاطس كويسه ولا غير صالحه؟ اتفضل. اولا العينه بتتحط قدامنا، بيتم تقطيع الدرنه اللي هي البطاطسايه من مكان التصاق الدرنه بالساق. تمام. دي بيبقى بدايه دخول المرض للبطاطسايه او الدرنه. تمام. بيتم تقطيع جزء صغير اللي هي العين ديت، بتتحط في الكوباية، بتلزق عليها الباركود اللي بيبقى مصاحب للعينة، ده ما بيبقاش عليه أي بيانات غير اللي هو رقم العينة. تمام. بيتم تقطيع 200 درنة أجزاء صغيرة، بتتحط في الكوباية وبعد كده بيتم تسليمها لمدير المعمل وبتتغطى. أما لو كانت الدرنة مصابة أو فيها حاجة بيتم تبليغ المشرف المسؤول عن المعمل، بيتم اتخاذ الإجراءات، بتاخد رقم تاني
والدرانات المصابه بتتحط في كيس وبنسلمها للمشرف او المدير المعمل. تمام، قول لي ادوات التقطيع بقى ايه؟ اشرح لي ادوات التقطيع. ادوات التقطيع احنا بيبقى معانا كوبايتين، كوبايه فيها كلور اللي هي الماده المطهره بيبقى تركيز 1%، وفي كوبايه ثانيه بيبقى فيها ميه، ومعانا بخاخ بيبقى فيه كلور بيتم تطهير بعد ما بين كل عينه وعينه، بيتم تطهير الجوانت اللي احنا شغالين بيه ما بعد كل عينه. السكينه اللي احنا بنشتغل بيها بيتحط في الكلور، وبعديها ربع ساعة أو نص ساعة بيتحط في المية عشان يتخلص من أثار الكلور، عشان لو في كلور فيها ولا حاجة ما يتمش اللي هو يقتل البكتيريا اللي موجودة لو العينة مصابة. تمام، تبقى البكتيريا زي ما هي موجودة وتتحط وتطلع فوق. فيبقى عندنا الكوبايتين الكلور، خلص العينة بتحط عشان يتم التطهير، وبعد كده بتتحط في المية وبنبدأ نشتغل بيها. محصول البطاطس بيزرع في مصر 3 عروات، هي العروة النيلية اللي بتزرع في أواخر أغسطس وسبتمبر، يليها العروة الشتوية الأساسية واللي بتزرع في أكتوبر ونوفمبر، وبيتم زراعة النوعين بتقاوي كسر محلي، ثم العروة الصيفية وبتزرع في ديسمبر وحتى أواخر فبراير، وبتزرع بتقاوي مستوردة من الاتحاد الأوروبي. الدكتورة هنا مطر، مسؤول استلام عينات البطاطس، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. عرفيني بقى العمل بيتم ازاي في المعمل. حضرتك احنا في معمل الاي اف استلام وتجهيز العينات. حضرتك شفت العينات تحت ال 200 درنه بيترجموا عندي ل 200 ديسك في الكابس. الكابس طبعا بتطلع لي ما واخده الكود نمبر، لان انا طبعا مانيش ان انا اعرف دي تبع شركه ايه، كل اللي اعرفه ان هي طالعه دوله ايه. تمام، فانا بيتم التعامل معاها ان انا بضيف لها اللاب نمبر على اساس ان الارقام تمشي معايا، الرقم ده يمشي، رقم العينه يمشي معايا للاخر لحد الشرايح. تمام. بيتم التعامل مع العينه بعد التكويد طبقا للبروتوكول ايبو 2018. حضرتك بيتم التعامل مع كل كابس، بيتحط لها البفر محلول المحلول الملحي، توضع في الشيكر لمده 2 ساعة. طبعا ده اللي يتم استخلاص البكتيريا لو موجوده في التشو. بعد كده زي ما حضرتك شفت فوق مراحل الشغل من الشيكر بالطرد المركزي. طبعا كل اللي يهمني ان انا اتوصل للبيلت، بعد كده بتخلص من السسبنشن السوبرنيتد في كونتينر في كلور لعدم حدوث كونتامينيشن للمياه الصرف. بعد كده حضرتك بيتم التعامل بعد الطرد المركزي، بيتم التنقيط على الشرايح والتكفيف. بعد كده بيتم مرحله الصبغ، صبغ العينات مع بيتم معاها الانسيروم والكونجوجيت. طبعا حضرتك شفت برضو فوق تجهيز العينه للصبغ. بعد كده حضرتك بتدخل للفحص الميكروسكوبي. والله حضرتك بيتم الفحص، لو في مشكله عندي في العينه فيها تطلع سسبكتد، لو شكيت فيها بيتم بدايه معمل تاني عشان ااكد العينه انها مصابه في معمل البي سي ار. لو سليمه خلاص بتنزل للمكتب الفني، هم بيفكوا الاكواد ويتعاملوا معاها. لو في مشكله في العينه وطلعت مصابه برضو المكتب الفني بيتم يفك الاكواد ويتعامل معها طبقا للبروتوكول. تمام، كلمينا على الاجهزه في المعمل. عندي حضرتك اجهزه الشيكر، ده العينات بتقعد فيها لمده 2 ساعة، 10,000 لفه لمده 2 ساعة على درجه حراره 15. بعد كده بيطلع بيتم كل عينتين مع بعض بيتعمل لهم بالانس مع في 2 تيوبس نفس الارقام اللي انا حطيتها بتاعه المعمل بتاعتي اللي موجوده على الكابس بتبقى موجوده على التيوبس. بيتضاف بتدخل في جهاز اسمه طرد المركزي، ده بيعمل لي بتقعد 10 دقائق على درجه حراره 15 عشان يطلع لي البلت الموجود في التيوب. بتخلص زي ما قلت لحضرتك من السوبر نيتد. بعد كده بقى بيتم البلت ده بيضيف لي ملح تاني بس اخف من الملح الاولاني اللي انا ضفته في الجهاز الشيكر. بعد كده بيتنقط وبيتحط على جهاز الهوت بليت، ما هو الا بس بيسرع في تجهيز في تكفيف العينه الشريحه وبتتثبت، وبعد كده بتدخل للتثبيت. وبعد كده عندي بقى اجهزه الميكروسكوب واجهزه البي سي ار. مهندس جمال المليجي مدير معمل الفحص الظاهري لعينات البطاطس، اهلا بك. اهلا بحضرتك. عرفنا ايه بيتم العمل ازاي في المعمل هنا. حضرتك بتجيلنا العينات زملاء في شغالين في البيست فري اريا المناطق الخاليه يعني، واخد بالك، بكل معدل كل 10 فدين بيجيلنا بيجمع يجيب لنا 500 درنه. تمام. اوكي. على عمر النبات بيكون عمره 70 ل 75 يوم. تمام. فبيجيلنا هنا بنخش على الحضانه بتحضن،
تحت درجه حراره معينه ورطوبه زي ما حضرتك شفت في الحضانات بتاعتنا مجهزه. وبعد كده بعد 10 ايام بالظبط بيجي لي بقى المعمل بتاع الفحص. العينه نفسها البطاطسيه لما بتيجي حد بيتابعها هناك في الحقل النفسي في المزرعه ولا الشركه اللي بتجيبها؟ لا لا، الزميل اللي شغال في البيست بري هو اللي بينزل، ولان مش العينه بس، ده بيفحص المنطقه كلها. يعني هو بيجيب عينه عشوائيه باين فيها الاصابه، يعني ما بيجيبش اي نبات، هو يجيب النبات اللي يشك فيه ان هو مصاب بس. تمام، ده اول مراحل بالنسبه لاصدار شهاده تصدير البطاطس بالظبط. بناء على النتيجه بتاعتنا اذا كانت سليمه، العينه دي سليمه، ما بنطلع بقى يبدا يحصد بقى، والمراحل الثانيه تبدا تشتغل. إذا طلعت مصابة بنلغي المساحة اللي جاية منها العيال. المهندس وليد ابراهيم مسؤول حضانات البطاطس، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. عرفنا ايه بقى هنا العمل بيتم ازاي في ثلاجات او الحضانات؟ طبعا عندنا مهندسين بتوع البيست فري اريا بيسحبوا العينات بعد بعمر 75 يوم، بيرسل العينات للمشروع العفن البني، بيتم هنا استلامها ويتم تكويدها ودخول الحضانات عند درجه حراره 28 ورطوبه 80%. بعد 10 ايام يتم دخولها الى المعمل الحقلي لفحصها. ليه 28 وليه رطوبه 80؟ لتنشيط بكتيريا العفن البني في البطاطس. تمام، عشان هي بتنشط عند درجه حراره 28 وتنشط او رطوبه 80. تمام، تم فحصها بعد كده في المعمل الحقلي. المعمل الحقلي يفحصها بقى يقول فيها عفن بني او ما فيهاش عفن بني. طب عمل الحضانات بتشيل قد ايه كميه كده؟ على حسب الكميات اللي ما بتيجي، على حسب العينات اللي بتيجي بتتكود بتخش. انا عندي مساحه الحضانات الاثنين، كل واحد حضانه 60 متر، فهي بتتسوعب اللي هو على حسب الشغل اللي بيجي من بره، وعلى حسب الزراعات الموجوده اللي بنزرع فيها البطاطس في المزارع والدنيا دي كلها. تمام، بس الارضيات بتاعت الثلاجات اشرح لنا الحضانات، اشرح لنا هنا فيها ايه بقى الحضانات دي. طبعا احنا عندنا طبعا عاملين درجه حراره ودرجه رطوب. عندي الحراره هي اللي الحراره بالتكييفات بشغلها هيت ياكول على حسب السيستم اللي احنا شغالين بيه. تمام، السيستم وعندي الرطوبه الشفاطات بتقلل الرطوبه لو زادت عند 80%. بس تمام. بالنسبه للارضيات بقى طبعا الارضيات رخام والحوائط عاملينها سيراميك. هذا البرنامج برعايه